قال: ما حكم مقولة البرعي: هاتوا شيئا واحدا صرنا فيه على خلاف ما كان عليه الإمام الوادعي البرعي؟ ويتبجح أيضا ويذكر الآية التي يضعها في غير محلها ويستدل بها على غير مدلولها: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل فتفكروا فينا يا إخواننا، انظروا فينا، خذوا ورقة وقلم واكتبوا، شوفوا نحن حزبيون ولا متحزبون ولا ما نحن حزبيين. البرعي حزبي من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه، صحيح والله أنه حزبي، وهذا عليه براهينه أو عليه براهينه التي تدل على حزبيته وعلى تغيره، وأنه تغير بعد رحيل الإمام الوادعي كثيرا، بل في حياته عنده من التغيرات ما عنده، وأما بعد مماته فمن تغيراته تحذيره من دماج، فإنه ورضاه أيضا كذلك بالتحذير من دماج. وأما الرضا بالتحذير من دماج والرضا أيضا كذلك بالطعن في شيخه المقبل رحمه الله تعالى، فإنه لما قال البخاري ما قال من تلك الكلمة التي نطق بها كبرت كلمة تخرج من فيه، وأن الوادعي ما مات من المنهج الخارجي وطلاب هؤلاء إلا قبل موته بشهرين، ولا علمنا لهم ردا على البخاري هذا، لم نعلم لهم ردا معلنا على البخاري الذي تكلم على شيخهم مقبل رحمه الله تعالى وهو بريء من هذا المنهج وهو مظلوم بعد موته رحمه الله تعالى. وهذا يدل على تغيركم من شيخكم، فأنتم بين أمرين: إما أنكم راضون عن قول البخاري، وإما أنكم تطبقون قاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فأنتم بين أمرين: إما أنكم راضون على كلام البخاري فلذلك لم تنكروا هذا القول الذي قاله في شيخكم رحمه الله تعالى، وأنه ما تاب من منهجه الخارجي ذاك إلا قبل موته بشهرين، وهكذا طلابه أيضا عندهم من هذا اللفح الذي لفحهم به تأثرا بشيخهم، فعندهم شيء من هذا. والأمر الآخر مما يدل على تغيركم أنك يا برعي لما حصل ما حصل لأهل دماج من الخروج من دماج، ثم تولي ذلك الرجل المشكوك في أمره، فمنهم من ينسبه إلى حزب الرشاد وهو عاد المعوض، لما تولى خلافة دماج من أولئك الفجرة رضوا به أن يمسك دار الحديث من غير تعرض له، وهم الحوثيون رضوا بعادل أن يمسك ذلك المكان بعد أن أخرجنا. قال البرعي هذا المدبر الذي تعلمون تغيره الآن، قال: الآن دماج على ما كان عليه الشيخ مقبل. ما رأيكم في هذا القول؟ الآن دماج على ما كان عليه، تغير ولا ما تغير؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، لما كانت تحت رعاية الحوثي ومباركة الحوثي، الآن دماج على ما كان عليه الشيخ مقبل، ولما كانت برعاية من استخلفه شيخنا رحمه الله تعالى وغفر الله له، دماج هذه تغيرت. فرضوا بتحذير عبيد الذي قال: ننصح أن لا تطلع الباصات إلى دماج، وننصح الراس دماج أنهم يقفوا موقفا صارما من الحجور، يكفوه ويحجروه، يحجروا عليه عما يفعل، ويبلغوا عنه الدولة إلى آخر ذلك، ولا سمعنا من البرعي كلام ينكر هذا الباطل، ينكر هذا الخطل، ينكر هذا الغلو والشطط من عبيد، ما سمعنا لهم شيئا أبدا ينكرون على هؤلاء المنحرفين، بل سكتوا وتواطؤوا معهم على ضرب دماج تواطؤا عجيبا غريبا تستغرب منه، يدل على تغير القوم 100%، وأنهم تغيروا عما كانوا عليه. وهكذا أيضا مما يدل على شطط البرعي وأنه صار منحرفا ما يقوله في الشيخ من الغلو في الذم، وما يقوله في طلاب أهل السنة والجماعة، ويقوله في طلاب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وأنه يقول: الحجوري هذا فعل محاضرة فيها أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام، جمع فيها أخطاء رسول الله. يا أخي كفر والله نكفره، إذا صلح محاضرة يجمع فيها أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر بالله سبحانه
وتعالى: ولا يجوز هذه المحاضرة، حرام وظلم وبغي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول أصحابه أتباعه: إذا قلت لهم أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر عندهم سهل، وإذا قلت لهم أخطأ الحجور ثاروا. حجور يخطئ؟ إيش هذا يا جماعة الغلو في الدم؟ حرام والله. إذا قلت لهم أخطأ الحجور يغضبون، وإذا قلت لهم أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حد يغضب منهم، ما يتحلف لهم ساكت. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا مما يدل على تغيرك وأنك لا مفهوم صحيح عندك للحزبية، وأنك مخبط، وإنما حالك وحال محمد الإمام وحال هذه الشلة الفاسدة من باب قول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. ويجوز الاستدلال بالأدلة العامة: استخفيتم هؤلاء البله الذين ما يكاد يفقهون حديثا، كل ما قال البرعي، كل ما قال محمد عبد الوهاب، كل ما قال فلان صدقوهم، صدقوهم، حتى هذه قالوا بها قل إنما أعظكم، صدقوه صحيح، أتى بكلام قوي، والله ما أتى بكلام قوي، يدل على تخبطه، يدل على تخبطه. فهم كما تعلمون في فتنة أبي الحسن وما آل إليه أمرهم ابتداء. فالبرع يكون كان يقول في ابتداء الفتنة، يقول: هؤلاء الذين يتكلمون في أبي الحسن ما يستطيعون أن يدرسوا كتابا من كتبه، كان أحمد بن حنبل هذا الحسن، الحمد لله أنه مستطيع يدرس كتاب من كتبه، إذن الكتب فلسفة غامضة ما هي واضحة، ولا نحن ندرس الكتب الجميلة لأهل السنة والجماعة سواء كان الواسطية، أو ندرس أيضا كذلك كتب أهل السنة والجماعة، كتاب السنة الإمام أحمد، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن عاصم، كتب سهلة. أما ابن حسن صحيح يقول ما نستطيع ندرس كتبه لأنه مشقشق، ولا صاحب فلسفة، وربما لا نستطيع. أنت مثله لما كنت مثله تستطيع درس كتبه، أما نحن فلا نرغب في دراسة كتب ابن حسن ولا في دراسة غيره من المشقشقين، وإنما لنا عناية بكتب أسلافنا رحمهم الله تعالى، ونفرح بتدريسها ونرى أننا نستفيد. فهذه الكلمات قالها في أبي الحسن يدل على أنه ما يفقه الحزبية ولا يفهم الحزبية. فاستخفهم أبو الحسن فصدقوه وصاروا معه فترة من الزمن، حتى رفع لهم ذلك الرجل العصا المقرشة، قرشها لهم وأتى لهم بالصميل، وأبو الحسن عنده 20 أصل، وأبو الحسن منحرف. قالوا والله منحرف، الرجل منحرف. ومحمد الإمام كان في عدن يقول لأهل عدن: في ذمتي أبو الحسن إمام، في ذمتي، كونوا في ذمتي أبو الحسن إمام. ويقول لأصحاب الداخل أيضا كذلك، وثبت أصحاب الداخل المساكين ولا زالوا حزبيين إلى الآن مع أبي الحسن، والسبب ذاك في ذمتي محمد الإمام الذي ما يفقه الحزبية ومركز خليط كما تعلمون. فهذا البرعي، فنحو شهر أو نحو هذه الفترة الزمنية أبو الحسن ما هو حزبي، أبو الحسن إمام. فلما قال لهم الشيخ ربيع: إما أن تتكلموا في أبي الحسن، أبو الحسن عنده 20 أصل أو عنده 20 أصلا، إما أن تكلموا فيه ولا سيتكلم فيكم. والله خافوا من الشيخ ربيع وتكلموا في أبي الحسن بعد ذلك. فذهب الوتر نعمان ومن معه إلى عبد الله بن عثمان وإلى هذه الزمرة، فقالوا لم هتنا أصل واحد بس من أصول أبي الحسن التي تغير فيها. قالوا حاروا جوابا يمين شمال، قال: يا جماعة هتنا أصل من الأصول، شيخ ربيع هتنا أصل من الأصول التي عند أبي الحسن، ما عندكم شيء، ما تفهموا الحزبية حتى تقول يا أخواننا هتنا ما خالفنا فيه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. أنتم مرارة من أيام الشيخ مقبل، والشيخ مقبل يذوق المرارة منكم. من الذي اجتمع في معبر وسمى اجتماعه إتمام أو تمام المنة في اجتماع أهل السنة؟ من الذي اجتمع هذا الاجتماع؟ والشيخ مقبل أنا أسمعه نحن في الحلقة وهو ينكر عليكم ويقول أصحاب معبر مغفلون، وكنتم مجتمعين مع أصحاب أبي الحسن ومع غيره، مجتمعين من أجل تمام المنة مع أصحاب الجمعيات، تمام المنة في اجتماع أهل السنة. هذا يدل على أنكم ما عندكم مفهوم صحيح للحزبية، ويدل على أنكم كما وصفكم شيخكم مغفلون، ما عندكم تمييز ولا عندكم بصيرة. كنا عند محمد الإمام مرة، نحن هذا المنحرف الجديد محمد بن حزام، هذا المدبر الجديد الآن الذي هو معهم، كنا عنده بعد محمد بن حزام، يقول له: يا شيخ محمد، أنتم كنتم الشيخ مقبل يتكلم في أصحاب الجمعيات وينكر على أصحاب الجمعيات، وأنتم ما تبالون بهذا كله الإنكار. قال: ماذا نصنع يا خال محمد؟ يظهر لنا الخير، يظهر لنا الخير، ماذا نصنع يا خال محمد؟ هذا يدل على بله ما يفهم، ولا ما يدل على هذا؟ والله ما يفهم الحزبية محمد الإمام، قسم لكم بالله ما يفهم الحزبية، ومركز خليط مليء بمن تعلمون حشفا وسوء كيلة.
في مركزه. يقول لمحمد حزام يقول له والله إيش نفعل يا أخي، يظهرون لنا الخير. قال الشيخ مقبل ينكر وأنتم ساكتون وأنتم استقبلونه، قال إيش نصنع وناس يظهرون لنا الخير. ما قبلوا من الإمام مقبل فضلا عن الشيخ يحيى أن يقبل منه حزبية عبد الرحمن، وأن عبد الرحمن حزبي إلى آخر ذلك. فهذا يدل على أنكم ما تفهمون. أما الإمام فعنده من الشطط حدث ولا حرج. عند محمد الإمام من الانحرافات كما تعلمون من حال هذا الرجل، ومنها هذا التخبط. جلسوا معه، كلمني بعض مشايخنا أنهم جلسوا معه في دماج إلى وقت متأخر من الليل. أبو الحسن وهو الأخ هذا كان حاضرا، شيخنا حفظه الله من مشايخنا، كان حاضرا في ذلك المجلس، وكان ينصحون محمد الإمام كيف يعني أنت عندك الخليط هذا، ولا تنكر على أصحاب الجمعيات ولا ولا ولا. المهم إلى وقت متأخر من الليل وهم ينصحون بهذا الأعمى، فنصحوه حتى قفز قفزة وذهب بقصة أبيا وذهب إلى مواضع شتى، والجمعيات حزبية والجمعيات حزبية والجمعيات حزبية إلى آخر ذلك. مساكين ما يفهمون والله. فأنا أتعجب كيف الطلاب يجرون بعد هؤلاء، وكيف هؤلاء المساكين يغرر بهم بمحمد الإمام الذي قد ظهر حاله، وأيضا بالبرع الذي ما أخرج طالبا ناجعا مفيدا، فاقد الشيء لا يعطيه. البرعي ليس من العلماء حتى يخرج علماء، اي والله ليس من العلماء حتى يخرج علماء. فمسكين عنده ما تيسر من الوعظ، وعنده ذكاء، الذكاء والحذلقة والمكر واللف والدوران وغير ذلك وتخريج المخارج، فهو عنده ذكاء. أما بالنسبة للعلم حيث أنه يجعل المصاف العلماء فهذا بعيد عن البرعي. فالقوم قد تغيروا، والقوم قد حصل لهم ما حصل، وقد كتب إخواننا في تغيراتهم، كتبوا نقاطا كثيرة تدل على تغير القوم. وممن كتب بهذا كتابا جيدا أخونا الشيخ وهب حفظه الله تعالى، لكن بعض الأشياء ما ذكرها، بعضها ما ذكرها، فهذا يزاد على ما تقدم. الأمر الأول سكوتهم وعدم إنكارهم على الطاعنين في شيخهم مقبل رحمه الله تعالى، فهذا تغير واضح عن شيخكم. إما أن يكون شيخكم كما قالوا، أو يكون تطبيق لقاعدة حسن البنا. ومن برى لهم إلا الشيخ حفظه الله تعالى، الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وهكذا أيضا أحمد نصر الله لما ألف ذلك الكتاب في الطعن في الصحيح المسند للشيخ، ما علمنا لكم صيحة ولا علمنا لكم شيء، ما قام بالرد عليه في يوم واحد بذلك الكتاب الجميل العظيم الذي يدل على رسوخ قدم في العلم، إلا الشيخ يحيى لما رأى طعن في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى قام وسل قلمه وكتب كتابا عظيما مرجعا للناس يستفيدون منه، دافع عن الصحيح المسند ودافع عن علم الشيخ رحمه الله تعالى. أما أنتم ما تستطيعون هذا العلم، أنتم مساكين. فالحاصل البرعي لا يعتمد عليه، فضح نفسه فقط، فجعل الإخوان يكتبون فيه ويبينون حاله. فواحدة من هذه تكفي في أنكم تغيرتم عن دعوة الشيخ مقبل. أما محمد بن عبد الوهاب كذلك أيضا فعنده من الشطط، وعنده مما تعلمون من الحماقات 20 آية، ف20 آية في أسباب النزول في الحجوري. ما سمعتم بأسباب النزول في الحجوري؟ وهذه الآية يدخل تحت الحجوري، وهذه الآية تشمل الحجوري، وهذه الآية تشمل الحجوري، أسباب النزول في الحجوري لمحمد بن عبد الوهاب. ظلم وبغي والله، ظلم وبغي واعتداء والعياذ بالله، وانحراف شديد وغلو، غلو والله عند القوم غلو. وهكذا جعل الحجاورة في مصاف الجهمية في مصاف المعتزلة، وقال بأن الحجاورة لا يمتون للإسلام بصلة. أوه إيش ذا لما الإسلام بصلة، يعني كفار ولا إيش؟ نحن عندهم غلو في الجرح، ويرموننا بهذا الذي هو في أصل الشيء فيهم، رمتني بدائها وانسلة، وأن حديث الولي ضعيف. من ضعف من أنت؟ أنت أحمد بن حنبل ولا ابن معين ولا الدارقطني؟ حديث الولي ضعيف. الذهبي يقول لولا هيبة الصحيحين لكان لي معه كلام. الناس خاف من الصحيحين، ذهب الصحيحين. محمد بن عبد الوهاب حديث الولي ضعيف، تهور والله. محمد سرور كافر، قال الشيخ مو بلتقي الله، من أين كافر؟ من أين كافر؟ تراجع، ونحن نسمعه تراجع عن هذا القول الشيخ محمد، هذا القول ما هو صواب، تكفير محمد سرور. ورجع أتراجع عن هذا القول، يعني يتقدم ويتأخر، يتقدم ويتأخر. إيش هذا يا جماعة؟ هؤلاء يقودوا دعوة سلفية. ولا تنسوا ما قاله في العلماء وأنهم جواسيس. محمد بن عبد الوهاب يقول الفوزان جاسوس، لا إله إلا الله، والنجم جاسوس،
وربيع بن هادي جاسوس، تغير ولا ما تغير؟ هل قال الشيخ مقبل في هؤلاء الأئمة قال فيه بأنهم جواسيس، نجمي قال فيه جاسوس، فوزان قال فيه جاسوس؟ الشيخ ربيع عالم من علماء المسلمين، عنده أخطاء، عنده أخطاء، أسأل الله أن يصلحه وأن يحسن خاتمته، وأن يحسن خاتمته، غرر به من غرر، ما نعلم، بل كان يجلهم رحمه الله تعالى، وما ذكرهم بشيء مما ذكرهم محمد بن عبد الوهاب، يا والله ما ذكرهم بشيء. فهو يقول أمور عظيمة جدا جدا تدل على تهور القوم وعلى تغير القوم في علماء أهل السنة، فضلا عن نحن المساكين هؤلاء، تغير القوم في هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى، من أمثال الفوزان، من أمثال النجم، من أمثال غيره ممن يحمل الدعوة السلفية، وإذا بهم يرمونهم بهذا. هل أنكرتم عليه هذا وقلتم اتق الله يا شيخ محمد، هذا لا يجوز، هذا حرام، هؤلاء أئمة؟ لكن بعضهم أنكر عليه، عبد الرحمن عبد الله مرعي كان يكلمنا ويقول بأنه قال فيهم كذا وكذا، ولما صار محمد بن عبد الله بناصرهم خلاص ما قال في العلماء شيئا، نعوذ بالله من قاعدة حسن البنا، فلما صار يناصرهم بعد ذلك على الحجور زعموا، بعد ذلك سكتوا، وإلا عبد الله مرعي كان يقول لنا قال فيهم كذا وكذا، وسمعوهم، هم سمعوا، ما جابوا شيء يعني جديد من الناس ولا نقله سلسلة إلى محمد بن عبد الوهاب أبدا، بل سمعوه مباشرة عبد الرحمن وغير عبد الرحمن، عبد الله مرعي وجماعة سمعوا وهو يقول النجم جاسوس وربيع جاسوس والفوزان جاسوس، ولا نعلم له توبة صريحة صادقة تبين ما هو عليه. فالقوم عندهم انحراف شديد، ما يا برعي إلا بس تورطت والله، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم، ما بنا من أخوانكم من حزبية، والله أنك حزبي قلت لك من أخمص قدمك إلى مفرق رأسك، وأنت والعياذ بالله عندك ولا ضيق وبراء من أهل الحق، وتشنيع على أهل الحق، وتحذير حتى على مستوى كتاب غير على السنة، ذكرتنا على أن طائفة منحرفة، هذا سيكتب عليك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب ومن هذه الفقرات التي سطرتها بنانك وأدنت بها من أهل السنة والجماعة، وأن هذه طائفة من حرف الحجاورة. أي انحراف يا أخي، يكفيك في تغيرك أنه بعد أن سيطر حزب الرشاد وسيطر هذا الفاجر عادل معوض على دار الحديث بدماج، والحوثيون سيطروا عليها وجعلوا عادل مستخلفا عليها، تقول دماج الآن على ما كانت عليه الشيخ مقبل رحمه الله، يعني لما كنا نحن فيه دماج ما هي على ما كان على الشيخ مقبل، غيرنا وبدلنا، ولما جاء حزب الرشادة وعاد المعوض أو الحوثي سيطر على دماج، لأنه ما فيه إلا مبارك من الحوثي، ما في عدم سك شيء إلا من طريق الحوثي وأوقاف الحوثي، صار الدماج يا برعي في هذا الوقت على ما كان عليه الشيخ مقبل رحمه الله. أي تغير بعد هذا التغير، وأي انحراف بعد هذا الانحراف، قاتلك الله. صحيح فضفوك، اتق الله والله، تحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله من تلاعب بعواطف المساكين الذين يسمعون لك تستخفونهم مساكين وصدقونكم في كل ما تقولون، هذه البلاءات وهذه الانحرافات عندهم على أنها سلفية وعلى أنها منهج، ما عندكم غير على دار الحديث بدماج التي تعلمتم فيها وتربيتم فيها واستفدتم من شيخها، وهذا يطعن فيها بأنها أيام الحوثي على ما كانت على الشيخ مؤمن، وقبل ذلك كانت قد تغيروا وبدلوا، ولما استلمها الحوثي على ما كانت عليه من أيام الشيخ. فهذه أنا عندي تكفير بس أنك تغيرت، هذه في تحذيرك من دماج المباركة لعاد المعوض باستخلاف الحوثيين له، أن دماج على ما كانت عليه الشيخ مقبل، هذه كافية في انحرافك وكافية في ضلالك وكافية في حزبيتك وولائك الضيق وبراءتك من هذا السبب، هذه واحدة عندنا تكفي، هذه واحدة تفكرنا فيك يا برعي فوجدناك عندك ولاء وبراء في غاية الضيق كولاء وبراء الحزبيين، نحن ما عندنا الحزبية جمعية تكونوها أو عندنا شيء، الله أعلم ما وراء الأكمة، الله أعلم ما وراء الأكمة، لكن الحزبية عندنا مضبوطة بضوابط من أعظم ضوابطها ومظاهرها الولاء والبراء الضيق، عندك ولاء لأصحابك وعندكم براء من أهل السنة سحيق عجيب والله، وعندكم إغفال للطعن في شيخكم رحمه الله تعالى من أجل أن تتفقوا مع أولئك الذين في المملكة الذين قاموا الثورة علينا من هناك جاءتنا، وصار صاحبها والذي حمل رايتها من أشد الناس انحرافا، من أشد الناس انحرافا، ابتلاه الله بالانحراف الشديد وساندتموه على دماج وأيدتموه على دماج وأنتم تعلمون، ووقفتم معه وقوفا عجيبا وأيدتم عبيدا
وأيدتم الشيخ ربيع صلحه الله، وأيدتم غيرهم على دماج، كله من أجل الشيخ يحيى ومن أجل غير ذلك من ما عندكم من الحسد والعياذ بالله. وما اغتاظ أعداؤنا إلا بهذا الذي أنتم عليه، ما اغتاظوا إلا بهذا، وإلا هم يحاولون ويمكرون أن كيف يدخلون علينا، تارة يقومون هذا تارة يقومون هذه، إذا فشل هذا أتوا بواحد آخر من الصف يريدون به زعزعة هذا الصف وخلخلة هذا الصف وتفريق هذا الصف وتبديد هذه الجهود التي قد بذلت سنوات، قاتلهم الله ويفشلون يكرون ويفشلون كرون ويفشلون، وبإذن الله سيفشلون إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه طائفة باقية، سواء كثرت أو قلت ستبقى ظاهرة بإذن الله، قاهرة ظاهرة قاهرة، لا يضرها من خالفها ولا يضرها أيضا من خذلها من المخذلين الذين يشككون أبناء السنة في السنة ويشككون أبناء السنة في أهل السنة، فهذا بعيد. في الزمان هذا شككوا الناس في الرافضة، هل هم رافضة ولا أهل سنة؟ وهم رافضة أقحاح، ويأتي واحد من مخاذيل هذا العصر ويشكك الناس في الحوثيين الذين هم قد علم رفضهم وعلم زندقتهم، وإذا به مخذول من المخاذيل الذين يقولون ما تغيرنا، يقول هاتوا لنا شيء خالفنا فيه السنة، يقول والله الجماعة ما يسب الصحابة، جلسنا معهم وقالوا ما نسب الصحابة ولا نسب عائشة ولا شيء، ونحن لسنا اثني عشرية، نحن أهل سنة، النتيجة نحن أهل سنة. متى كنا نظن أن أناسا يشككون الناس في الرافضة أنهم رافضة أم ليسوا برافضة؟ حتى جاء هؤلاء الذين يقولون ما تغيرنا، والتغير ظاهر واضح عليهم، وهذه من أعظم ظواهر التغير عليهم أنهم شككوا الناس في مجرمين، هل هم مجرمون أم ليسوا مجرمين، شككوا الناس في إجماع الأمة عليهم أنهم مبتدعة ضلال وكفروهم، وإذا به يأتينا أناس يقولون هاتوا لنا شيئا تغيرنا فيه عن حالنا المتقدم. وهذا ماذا نسميه؟ ماذا نسمي هذا؟ أليس من التغير؟ وهؤلاء كبراؤكم عظماؤكم كنعمان ومحمد الإمام يعظمون الروافض ويعظمون أئمة الروافض، وأنهم يأخذون صحيح البخاري ويروون عن الصحيح، هذا تشكيك في أئمة ضلال سفاكي دماء كالهادي بن حسين، وأيضا كذلك يحيى الثاني، هذا يحيى بن من؟ لا، الهادي هذا يحيى بن حسين والثاني يحيى بن حمزة، هؤلاء أئمة الروافض وهم من سفاكي الدماء، وإذا بالإمام يقول أنهم كذا ويأخذ صحيح البخاري، ونعمان يقول جلسنا معهم وسمعنا منهم كلاما وأنهم ما يكفرون الصحابة وأنهم ليسوا اثنا عشرية ولا يتكلمون في عائشة ولا شيء، وأنهم يحبون العلماء، الرافضة يحبوا العلماء، أقول لك من عجائب الدهر، ومغفل الذي يسمع مثل هذا الكلام ويقول الجماعة ما تغيروا والجماعة لا زالوا على ما هم عليه، وهم صاروا يمجدون هؤلاء ويعظمون هؤلاء ويشككون الناس فيهم. وذاك يخطب عبد الله بن عثمان خطبة رنانة في العيد، وهو يحث على ولاة الأمور ويرشد ولاة الأمور إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، من ولي أمرهم هؤلاء؟ أليس هذا من التغير أنهم يقرون بولاية الزنادقة الكفار؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست لهم ولاية على المؤمنين وعلى أهل الإيمان، وهؤلاء بعضهم قد صرح تصريحا واضحا أن ولي أمرنا عبد الملك الحوثي والمشاق، وبعضهم يلوح تلميح على أن هؤلاء صاروا ولاة أمورنا، استتب لهم الأمر فتلزم الطاعة. يا أخي ما كل من استتب لهم الأمر أنهم يكونون ولاة أمور، فالدولة الفاطمية ليسوا بولاة أمور معتبرين، واستتب لهم في بلاد مصر، ولكن قهروا الناس قاتلهم الله. والرافضة أيضا إن سيطروا على بلد من البلدان المسلمة ليسوا بولاة أمور معتبرين، ولكن قهروا الناس وآدوا الناس. أما أننا نلمعهم على أنه ولاة أمور، أي منهج هذا؟ وأي تغير بعد هذا؟ التغير لا يوافق منهج السلف لا من قريب ولا من بعيد، أن يجعل الرافضي ولي أمر المسلمين، هذا تغير. وهكذا صاحوا وصرخوا كما تعلمون، ما صرخوا على دماج لما ضربت الهاونات بالصواريخ، صرخوا على القاعة التي فيها من الحوثة ما فيها، فلما ضربت تلك القاعة في صنعاء
وإذا بالبرع يصرخ يصرخ ويتألم جدا، أن القاعة تلك ضربت التي فيها من فيها من حشف سوء الكيل، وإذا به يصيح ويتباكى، وما تباكى على دماج ولا صاح على دماج، فأي تغير بعد هذا التغير. وهكذا أيضا يرسلون الدعاة إلى دماج التي كما تعلمون محكمة من قبل الرافضة، لا يدخلها إلا من رضوا عنه، لا يدخل صعدة إلا من رضوا عنه ومن والاهم، فأدخلوهم صعدة دعوة. دعوة متى يذهب الناس دعوة صعدة؟ تعلمون أحدا يذهب دعوة صعدة؟ هيقوم ونخرج الباص صعدة، والله ليش نقول عشان قبل ما نوصل شيء من الأماكن هذه القريبة. لكن الناس لما تغيروا أولئك وظهر التغير عليهم، سمحوا لهم أن يدخلوا صعدة دعوة، يدخل الصعدة بمباركة الحوثي وحماية الحوثي. فلا يضحكون عليكم يا أهل السنة أنهم ما تغيروا، هذا شيء كما يقال قطرة من مطرة، التغير ظاهر واضح. فلذلك سكت عنكم أعداء الدين الخلص الذين تمحضت فيهم العداوة لدين الله سبحانه وتعالى لما رأوا تغيركم. فنحن لو تغيرنا وداهن الرافضة سنكون مثلكم، سألت كلنا يعني يسكتون عنا، ويبقى الشيخ يحيى بالجوبة ويبقى يدرس مثل غيره وتحت مباركة الحوثي وحماية الحوثي. لكن ما رضينا بالذل هذا، ما رضينا بهذا الذل، ونصحنا إخواننا أنهم إذا وجدوا سبيلا للخروج يخرجون ولا يبقون تحت وطأة هذا الحوثي. وأما أنتم رضيتم بهذا، وربما بعضكم ما حدث نفسه أنه يخرج من بين ظهراني المجرمين لأنكم قد تغيرتم، فلذلك تعاشرتم مع الحوثي. أما السني ما يتعاشر مع الحوثي، ولا يمكن أن يتعاشر مع الحوثي، لكن أنتم لما تغيرتم تعاشرتم مع القوم هؤلاء. وأهل السنة لما كانوا علماءهم عليهم ما استطاعوا أن يتعايشوا مع هذا الحوثي، ضاقت صدورهم درعا، ضاقت نفوسهم درعا من هذا الحوثي، فأرادوا مندوحا الخروج، فقط سيخرجون. لكن أنتم حالكم معلوم، ما ربما حدث أحدكم نفسه أنه يخرج من بين ظهراني الحوثي، لأنه رأى أن الحوثي قد رضي عنه ورضي على بقائه. فاحمدوا الله يا أهل السنة، فنحن في خير ولله الحمد، ما بدلنا ولا تغيرنا. العلم الذي كنا نقيمه قبل في حياة شيخنا على ما هو عليه، وأعظم ازدهارا وأكثر انتشارا، هذا مبركة تلك الدعوة، استمدادا من تلك الدعوة الطيبة، دعوة شيخنا رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ما نحن عليه من دور الحديث ونشر دور الحديث على ما هو عليه، ما تغير، والسير نفس السير لم يتغير، ولم نرضى بالخنا ولم نرضى بموالاة أحد، بل وقفنا أمام من وقفنا أمامه شيخنا يحيى وغير شيخنا يحيى من الطلاب، أمام أولئك الذين أتوا بفتنة في أيام الشيخ يحيى وأيام الشيخ مقبل، هم يحاولون أن يدخلوا علينا من بعض الجهات، من بعض الأماكن، ما استطاعوا في أيام الشيخ رحمه الله، فحاولوا بعد موت شيخنا رحمه الله أن يدخلوا وفرقوا الدعوة واستغلوا ضعاف الأنفس، وبقي الخير على ما هو عليه، ذهب من ذهب وبقي الخير على ما هو عليه، وساندهم من ساندهم وعانهم قوم آخرون، والدعوة ماضية ولله الحمد، ما عندنا شيء من التغيرات، هذه الدعوة التي يقال ما تغيرت. وأما أنتم فكتب فيكم إخواننا كتابات طيبة في بيان تغيركم، وهذا أيضا مما نشير إليه منه، أيضا يضاف إلى ما يكتب إخواننا حفظهم الله تعالى، حتى يسكت ذلك اللئيم الملبس، فعنده من التلبيس ما عنده البرعي، يريد أن يصير الأمور من صالحة وأنه على ما هو عليه الذي كان عليه الشيخ، يقول هذه دعوتنا. لا والله، الواقع يكذبك، وكما قال ذلك الإمام كلمة عظيمة، كل واحد تشرحه دعوته، كل واحد تشرح دعوته. فقد علمتم عندنا في جنوب اليمن وفي شمال اليمن، ما تأتي فتنة إلا وأنتم في الصدارة الأيام هذه تهيجونها، فلما جاءت فتنة كورونا فمن الذي تغير فيها؟ ومن الذي غير وبدل في فتنة كورونا وقال لا تفتحوا المساجد؟ من أذنابكم هنا عندنا بفيوش، من أصحابكم قال لا تفتحوا المساجد طاعة لولاة الأمور، أغلقوا المساجد طاعة لولاة الأمور. حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى في هذه المنكرات الظاهرة الحرام نطيع فيها ولاة أمورنا؟ ولاة أمورنا نحن نظلمهم، والله نظلمهم إذا أطعناهم في هذا، نحملهم أوزارا إذا أطعناهم. فمن الرفق بهم أنه إذا جاءت معصية نقول يا جماعة هذا حرام، نحن عبيد لله، نحن وأنتم معشر الولاة،
على إجلال في قلوبنا لكم محبة لكم وعدم تهييج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن الذي قال لأصحابه إذا جاءوكم يريدون يفتحوا المساجد قولوا لا نفتح المساجد حتى تعطونا ضمانات ما نفتح المساجد؟ لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يا عباد الله مما يضم إلى ما تقدم أمسي من تغير القوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمرحبا بأضيافنا وأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله تكون لهم محاضرة. نحن نحب أن تكون بين مغرب وعشاء، ولكن هم أصروا على أنها تكون بين الأذان والإقامة، فمرحبا بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.